أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. وراك لعبوا منيح، وراك لعبوا منيح، أقسم بالله العظيم أنتوا اثنيناتكم بهايم بهايم وما بتفهموا شي باللعبة. طاوز طوي بالك، وبدأنا أنا في معي قنبلة رايح أشرف عليهم، وبعدين أنت نازل بهدل فينا على قولة يا بهايم يا بهايم، على أساس أنت لعيب مو اللي تشوفك بقول هاد لعيب، إما أنت أكبر بهيم فينا. إيش في يوم اضربوا بعضكم قدامي، يوم اضربوا بعضكم. خلاص طبعا ما بدي أسمع صوت طاوي. مجودة تعال وراي بدي إياك بسرعة. تعال يلا جيت أمي. إيوه إيش في؟ ليش صرختوا عجب؟ ما بعرف بس ماني مطمنة طاوي. الله يستر من فعايل أمك. لا لا لا، نعم نعم أمي، إيش بدك مني؟ تعال مجودة تعال روحي تعال حبيبي الماما تقبرني. قرب هون شوي، قرب هون شوي، خلينا نطلع حدا. طلع علينا، ما في حدا ما في حدا. يلا لأشوف. احكي لي يا شطور جوا، ايش كنتوا عم تحكوا، ايش كنتوا عم تقولوا؟ اخواتك كانوا عم يقولوا شيء هيك ولا هيك؟ لا امي، كنا عم نلعب بس. عم تلعبوا بس؟ ماشي رايح اصدقك انا هلا. سمعت اقبرني، بس سمعت اخواتك حكوا شيء هيك ولا هيك بتجي مباشرة، بتجي فورا بتجي بتحكي لي، ما بتخبي علي طول. ها اتفقنا؟ لا امي لا، ما بدي كل مرة برجي بقول لك وهن بيضرب وبيجوا بيضربوني، ما بدي. ولك يا جدبة، انا هلا رايحة اقول لك على طريقة اخليهم ما يرجعوا يشكوا فيك طاول. وش هالطريقة يا امي؟ ولو عندي. اسمع لأقول لك، تعال ولا اقول لك، انا جاي لعندك احكي لك. اسمع ايش في؟ ايش بو هاد؟ ليش هيك عم تنس ناس مثل الحرامية وياك مجودة؟ ما بعرف، ايش في وراك؟ ايش عم تعمل؟ استنى شوي، رح اقلك استنى شوي. ما اجت، منيح ما اجت. امي بتعرفوا امي ايش كان بدها مني؟ امي سخطتي لهنيك، قررتي ارجع اتنصب عليكم، ارجع اروح اقلها. يعني رجعت قررت لك؟ الا بقى، ام عبادة ما لنا ناوي على خير طاول. لا يا، ونحن ايش الضمان اللي خلينا نصدقك؟ والله 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 هي برا هيك كان بدها مني، تم ترص علي وتقولي بدي اضربك اذا ما قلت لي. انا مشان خليها تصدق قلت لها ايه، وجيت مهنيك لهون بدون ما تشوفني حتى اقولكم. والله وبعدين انا ما بقى اعمل هيك شغلات، انا كبرت على هيك شغلات. يعني يا سيدي مصدقك، بري عليك هيك، خليك رجع على طول. مع اني ما مصدقتك بس ماشي، لنشوف ايش راح يطلع منه. ام عبادة وينهم؟ ما في حدا بالبيت طاوي، يعني انا لحالي بالبيت هلا. لحظة، انا لحالي بالبيت، قوم تحسين على الشباك، قوم تحسين على الشباك. لك هاي فرصة، جايكي يا ست الكل، جيتك يا ست الكل. اوه دريم، معلش كله كرماء قوم تحسين بهون. قوم تحسين، ايش قلت لك؟ تعي لعنا، امي بدك تشتري السوق كلياته يعني. اوف شو هاد؟ بابا ورك امي يلا امي خليكي، جاي اخذ منك اكياس انا، خليكي انت تحت. ورك بابا ولك اشبك عم تعيط، ما لك شايفني مالي فاضي مشغول انا صحيح؟ وين كنت انت؟ ولك انسى انا وين كنت؟ امي طالعة على الدرج، روحي تخبى اما تشوفك عم تحكي مع ام تحسين. شو هاد؟ ولي دخلك يا ربي، دخلك على المرضى. روحي اقعدي انت يخرب بيتك. ولك مجودة وينك، وين رحت؟ تعال انزل حط لك الاكياس تحت بحسن تقشيرهم، انزل جيبهم، كني فوت انت حجي. ايه والله من شوي فوت طلعت شفت ما في حدا بالبيت، قلت ابرك لي شوي اتفرج على التلفزيون، شعرت الشاشة تحاولك ما تجي مشان تعملينا اكل. يلا ما بدك تعملينا اكل، ناكل من تحت ايديك الحلوين. زيو بدنا ناكل، شو ما بدنا ناكل. اي ما عملك اكل مباشرة، بس خليني هيك اخذ نفسي. لك ايه التلفزيون انت عم تفرج عليه؟ اذا الشاشة كلها مطفية. قولي انكشفنا، حتى وقت بكذب ما بعرف اكذب. ايه هي القصة وما فيها، انا لسا هلا اي والله هلا فقت، جيت اشعل الشاشة لسا ما شعلته. دومي حجي قومي اعملي لنا اكل بابا، والله جعنا. يلا فورا ما حاملكم اكل مباشرة، مجودة هات الاكياس فقط كلياتهم والحقني. يلا ايه بيكون اكل على كيفك ام عبادة. ها يا ربي دخيلك، كنا انكشفنا على اخر لحظة، كنا انكشفنا. ولك مجودة بري عليك، بري عليك ولك هيك بدي اياك على طول معي. والله بلاش تحس انك انت ابني. اي خدمة حجي، نحن بالخدمة على طول، حتى اذا بدك
روح الله احكي معها انت هيك. انا بوقف عند الباب، بس اجت امي بجيب قلك بسرعه. روح احكي انت. يا عيني عليك، راقب لي انت هيك، راقب وقف عند الباب راقب لي انت هيك، وانا هيك طلع على السريع بس اشوف انا بتحسين اجي شغلتي ثواني. طلع طلع. خلصت بقى اشبك العام تعالى من خلى بقى يا الحق علي. مو الحق علي يا سيدي، انت الغبيه ما تفهمي باللعبه طاول. انا بس عارف ايش بدخلني معك العب معك. ايوه ما بعرف. انتوا لسه فايقين؟ يلا على النوم يلا. لا امي شوي بس، الله يخليك شوي بس، بعدين بكير الساعه امي والله بكير. ايوه انا والله كنت عارفه ان الاحترام ما راح يمشي معكم، بدكم تناموا ولا انا بقول انه يلا خدوج على النوم يلا يلا. انا يا الله ايش قد نعساني. تصبحي على خير امي. ايوه هيك بدي اياكم، الله يطعمكم. ارجع اجي بعد شوي لحد ما بيتكم فايقين. يلا ناموا. خدوج خدوج راحت امك راحت. قومي بس على مهلك قومي. يا عيني عليك انت ما في منك والله. لحظه شطح اجي اجي شطح 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 شطح. قولي كبسه. ايوه هيك بدي اياكم، مع اني اشك انه انتم نايمين وما مصدقتكم، بس يلا ناموا. ها قوم وبدا قوم، بس دخلت مرتين معناتها خلاص ما بقى ترجع تجي. قوم يلا يلا رجع ادخلي على اللعبه، ان شاء الله ما ترجع تدخل علينا امك بسرعه. ايش رايك نرجع نفتح جيم جديد بتصير لعبه حلوه؟ ها لحظه هاي اللي هو بقى ترجع طول؟ ليك أمك رجعت. نامي نامي. نايمين اللي فايقين انتو؟ هذا انت يفضح كبرتك رعبتنا مبالنا أمي. لك خص الكتي، ما أمي هي اللي بعتتني مش أشوفكم نايمين اللي فايقين. شو مجهودي ما ردت لي نايمين اللي فايقين؟ لا أمي لا نايمين، نايمين سبع نوم هنين. يلا العبوا 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 بالزوت واطي. ها ديروا بالك ادخل أمي عفجعة تخل تراقبكم. يلا شفتي؟ ما قلت لك مجودة صار معنا؟ مع ذلك مالي مطمنت له، قلبي ماله مطمن له، بكره بتشوف. افتح تليفونك نلعب يلا. ولك افهموا مني كلمة، أنا بدي أطلع على البرندة لبرا أشوف أنا عم تحسين اشتقت له. إيه وأنا كمان بدي أشوف بنت أنا عم تحسين كمان أنا اشتقت له. لحظة استنى شوي، أنت بتطلع على البرندة بتشوف أنا أما بتسلم عليها، وأنا بوقف على الشباك وبحكي معها، خلصين. لحظة 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 شوي طولوا لي بالكم. بابا انا كل ما بقول لامي بدي اطلع مع رفقاتي ما بتخليني. بكره رفقاتي كلياتهم مجتمعين طالعين مع بعض، بدي اطلع معهم من هلا على بالكم. لحظه 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 شوي مجوده جاي. اسكتوا اسكتوا اسكتوا. ولك ايش بك تعبتي مجوده؟ خلاص كبر وما بقى مثل اول، ما بقى يسمع حكي ويروح ينقله لامك. خلاص صار معنا بقى يفسفس علينا ولا ايش مجوده؟ صح صح بابا، انا خلص ما بقى اقول لامي شي طاول. يا عيني عليك هيك بدي اياك على طول. شايفين لما بنكون احنا اربعه مع بعض امكم مستحيل تعرف شي عنا، كل واحد اللي بده اياه بسوي. فهموا مني هلا، رايح افهمكم هلا شلون نحن رح نتعاون كلياتنا مع بعض، وكل واحد رح يعمل اللي بده اياه. شوفوا لكم بقى. انا بطع على مهلي بدون ما حدا ينتبه علي، وبروح من مطبخ شوي شوي وبطع على البرندة بدون ما امكن تنتبه علي. بشوف ام تحسين شوي بعدين برجع بطع وبعدها بروح، وهيك كل واحد ورا واحد بروح وبساوي كل شي بده اياه بالدور دون ما حد ينتبه علينا. فهمتوا؟ ام تحسين اشتقتلك ولك دخيل هالاحمر اللي بيستي انا كلها على بعضه. ايه ولك اروح افراطة بطحن البطاطا. اخ يا ابن الحرام، قولك ما في حدا غيرك مصبرني على هالعقرب اللي عايش معه. الله وكيلك شكله مثل القردة. الله يوفقك يا ابن الحرام. انا قردة ولك حجي. سلام وقولا من رب الرحيم. هالصوت مو غريب علي. اوف هذا انت حجي؟ ايه ما جيتي؟ شلون جيتي؟ شو حسيتي؟ رد علي بالاول، انا قردة؟ ايوه يعني انت هلا كل هذا اللي صار هذا اللي يهمك بس انت؟ يعني انا واقف عم بحكي مع ام تحسين ما انزعجتي، بس انزعجتي من كلمة قردة؟ انا ما قلت لك قردة، قلت لك وردة، انت سمعتي غلط. اخ يا ابن الجوين بابوجي وينو؟ طولي بالك، انا بس اعرف انت مين وصل لك الخبر؟
في غيره مجهود الكلب هذا اكيد قاعد يضحك علينا كل هاد. ام عبده طولي بالك، والله انا كنت برا بشرك الغسيل بس. بدك تنشر لي غسيل قلت لي؟ ايه ايش عليه؟ انا جاي انشر الغسيل معك. شو الغسيل على السوا تحت، وانتي نزلي خدي ياخد طاف ترجع، انا ما فرجيك انا تحسي بس اشوفك، وهي خلصنا من واحد، بوي عنا اثنين بس، يا الله. ولك انتي مالك ملاحظة انه ابوك يطوع على البركون كتير؟ ولك ايه؟ حتى امك كمان من وقت ما دخلت على غرفة الهلا ما سألت على ابوك طاول ولا قالت وينه؟ قلبي بحسسني في شي، ها في شي غلط، مالي مطمني طاول. ولك هربوا هربوا، ولك هربوا يا اولاد، هذا من جود الكلب كان كذاب، عم بتقول لك كل الاخبار لامكم، بدك روحوا هربوا. شفت شفت، ما قلت لك مالي مطمنت له طاول لهالكلب؟ هلا انت هذا اللي يهمك، ولك امك رح تطلع بروحنا هربي. اي وين كنت تروحوا مني البيت هيك قدو؟ تعالوا لهون انا بفرجيكم. الحمد لله انا نفدت نفدت، قلتلي نفدت قلتلي. صحيح انت لساتك عايش حجي؟ انت عبلش فيك انت يا كابل.